مشاهدينا حالا هنبتدي أخبارنا. وأول خبر، وزير الزراعة يقول 30% من الأراضي الجديدة لشباب. تفاصيل الخبر بتقول: أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم هيكلة شركات الاستصلاح الستة للاستفادة القصوى منها في استصلاح وزارة الزراعة 1,000,000 فدان الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية. قال أيضا أن 30% من الأراضي الجديدة للشباب، مضيفا أن البداية ستكون بقرية البادية، ستكون بقرية الأمل بالإسماعيلية بتخصيص 4,000 فدان للمستفيدين منها، كما تم بناء 53 منزل وتطهير الترعة الخاصة بها لتكون جاهزة للتسليم قبل نهاية ديسمبر القادم فور إطلاق المياه من الترعة. أشار إلى أن الوزارة ستطرح اليوم اللحوم البلدية أيضا ب 55 جنيه للكيلو في 160 منفذ بالمحافظات للسيطرة على انفلات الأسعار، وأوضح أنه سيتم توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لدعم صغار المزارعين لأن لديهم 90% من الثروة الحيوانية. مهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة معنا تعليقا على هذا الخبر. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. تعليق حضرتك على الخبر ده إيه، وإزاي فعلا أن هذا السعر هيساعد على انخفاض أو مجابهة ارتفاع الأسعار؟ أنا يعني ما سمعتش معاك الخبر من الأول يا فندم، التليفون كان الصوت بعيد. طيب خليني أقول لحضرتك العنوان الرئيسي للخبر ثم نهاية الخبر، أن وزير الزراعة يقول أن 30% من الأراضي الجديدة مخصصة للشباب، ده بداية. أما ختام الخبر كان عن أنه هيتم طرح اللحوم البلدية بسعر 55 جنيه للكيلو، ده في أكتر من 160 منفذ بالمحافظات. كلام مظبوط يا فندم، هو حضرتك اهتمام الدولة بالشباب وشباب الخريجين وصغار الزراع، ان احنا هنوزع 1,000,000 فدان الاولانيين في خطة الاستصلاح من ضمن 4,000,000، هيبقى يخصص 30% من هذه المساحات المستصلحة للشباب الخريجين وصغار الزراع، عشان هم دول اللي احنا كلنا بنحاول تجتهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية في توفير سبل الحياة كويسة لهؤلاء الشريحة من المجتمع. أما فيما يخص توزيع اللحوم البلدية على أكثر من 160 منفذ، أعتقد أن احنا نجحنا في الفترة الماضية بتاعة فترة عيد الأضحى، وعملنا مجهود كبير جدا ووصلنا يمكن اللحوم البلدية ب 55 جنيه للكيلو لكل الأسر في هذه الفترة، وعشان كده احنا بنتوسع في هذه المنظومة من خلال القطعان اللي بتربيها وزارة الزراعة متمثلة في قطاع الإنتاج، هذا بالإضافة إلى كميات اللي جاية من اللحوم بتاعة أورجواي والرؤوس المشية الجديدة اللي تتولاها برضو وزارة الزراعة من خلال قطاع الإنتاج الحيواني، وأعتقد أن هي عملت مجهود كبير ووزعتها في خلال الفترة السابقة وكانت لها مردودها الكويس جدا لدى الأسر الفقيرة، وكان بيشترك معنا سلاح الخدمة الوطنية من الجيش الحقيقة، وكانت لها مردود كويس جدا على المستهلكين وخصوصا الأسر الفقيرة في منطقة الصعيد، الحقيقة في محافظات الصعيد تقريبا تماما، وعشان كده احنا بنكرر هذه بنقرر هذه المنظومة، واعتقد احنا اول امس كنا في المنيا بنفتح منفذ جديد لقطاع الانتاج لتوزيع اللحوم البلدية، وستستمر وزارة الزراعة في دعم هذه المنظومة حتى نصل بهذه المنافذ الى كل المناطق الاحتياج الاكثر احتياجا في الشعب المصري. الحقيقة يا فندم ان المستهلك كان بيقول انه هذه اللحوم على مستوى عالي جدا جدا من الكفاءة والجودة، بعد عيد الأضحى المبارك الناس كانت طالعة بتشكر جدا جدا في اللحوم اللي تم توزيعها سواء كان في المجمعات الاستهلاكية او في منافذ بيع اللحوم الخاصة بالقوات المسلحة. هل هذه الكميات هتكون على نفس المستوى ان شاء الله؟ ان شاء الله يا فندم، انا بقول لحضرتك احنا بنفتح المنفذ. انا يعني مش عايز اقول لك، اقسم بالله هذه اللحوم تباع في المحلات بتاعة القاهرة اكثر من 80 جنيه و90 جنيه، لانها لحوم خالية تماما من الدسم، وبعدين جيدة وناعمة ما هيش خشنة، وحاجة كل الناس كانت بتشكر فيها واحنا واقفين الحياة، وانا شفت الكلام ده بنفسي في المنيا اول امبارح، وكل الناس بتشكر في هذا الجودة وهذه النوعية من اللحوم طبعا. وستستمر وزارة الزراعة داعمة مثل هذه المنافذ ان شاء الله. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.